في دراسة أخرى تقول لك كمان في دراسة بريطانية في نفس السياق يعني وتكون مرتبطة بالنوم والسهر، وتكون يعني بيقول إن بينصير زيادة معدل الذكاء. أظهرت أن هناك علاقة بين السهر وزيادة معدل الذكاء. كيف؟ أن معدل الذكاء الذين يسهرون هو فوق 125 درجة، وهو معدل حاد الذكاء على المقياس العالمي. وذكرت الدراسة أن فئة الأشخاص الذين ينامون مبكرا يملكون معدل ذكاء منخفض. أنا لا أتفق مع هذه الدراسة لا جملة ولا مضمون. لحظة خليني أسلخص، يعني أنا إذا نمت بدري أنا غبي؟ بابا أقول لك أنا لا أتفق، لأنه كل الأطباء وكل الدراسات تثبت وتؤكد بأن النوم مبكر والنوم تحديدا في الليل وقبل الساعة 10 في الليل بيخلي الإنسان الهرمونات تنتظم في الجسم، بيضبط النوم والإنسان جسمه صحيا ونفسيا وعقليا بيستفيد من هذا النوم المبكر. أنا أفهم أنه اللي يسهروا هم المبدعون، المبدع دائما تلاقيه يسهر، ليش ما ادري، ليه يقعد يذاكر في الليل او يرسم او يعزف او يغني او يذاكر السيناريو يحفظه يتدرب على الشخصيه فيجي الالهام. افهم لانه يحتاج الى هذا الهدوء حق الليل، يحتاج الى هذا الروقان حق الليل، ولكن انه يزيد معدل الذكاء أنا ما أحس إن لها علاقة أبدا معدل الذكاء، ما له دخل تنام بدري ولا تسهر، يعني 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 تركيبة خلقية ما له دخل، يعني نعم. يعني أنا لما بنام إيش بيحصل، يعني كيف معدل الآي كيو حقي بيزيد بيتطور وأنا نايم بحل معادلات أو بيقل لأن السيستم بيهنج وأنا نايم، فطول ما هو شغال في الليل ففي تطور. إحنا عارفين إن النوم مهم، مهم لنمو عقل الطفل للإنسان لكل شيء، فكيف أقول إن النوم بيقلل الذكاء؟ كيف أقول إن أنت إذا نمت كثير فأنت معدل ذكائك منخفض؟ ما احسها إنه تفسير صح، ما احسها دراسه منطقيه نهائيا. أي. اوكي السهر ممتع للحياه، ممتع للصحه الترفيهيه في حياه الانسان، بيخليك يمكن اكثر سعاده شويه، بتسهر بتتفرج بترسم بتبدع، بتسهر مع الاصدقاء، بتسهر مع العائله، بتدرب على شخصيه، بتدرب على شخصيه، بتحفظ وتصحى الصبح في المشهد ناسي كل شيء، بالضبط تدخل خشبه المسرح تطل في الجمهور هلا والله ايش في يا جماعه، يجي المخرج ينتفك. فكل ما بيتم بالليل شيء جميل وممتع، وأنا كنت أتمنى أكون من الأشخاص اللي يقدر يسهر وهم يصحى بدري، يعني عرفتي؟ يعني أستمتع بالسهر. أنت تعتبر نفسك ذكية؟ والله استني لما أنت كإنسانة تنامي في الليل وتنامي كثير. أعتقد عن نفسي أني يعني أنا عندك ذكاء اجتماعي. أني عندي ذكاء اجتماعي، عندي ذكاء رقمي، عندي ذكاء فهمي، أقدر يعني 7 في 9 بكم؟ 7 في 9 بكم؟ شوف حد ده جدول الضرب. طب واللي أعرف يا لبنى إنه أنت من الناس اللي زي ما قلت قبل شوية تحب البطاطس المقلية وتحب البطاطا بصفة عامة، تراها أيوة دائما أيوة. أشوفك تطلبي أكل صحي جنبه في بطاطس مقلية. تحية كبيرة لمن صنع البطاطس المقلية، بالضبط، فعشان كده